استمرار وفاة الأمهات أثناء الوضع بالمستشفيات للسيدات والسادة النواب المحترمين فارق الأصالة والمعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال. مشكور. السيدة النائبة تفضلي. رئيس، شكرا سيد الرئيس. السيد الوزير، في يوليوز الماضي فارقت الحياة السيدة حكيمة أيد زايد إثر نزيف حاد، وماتت هي وجنينها تاركة 3 أطفال وهي المرأة ذات 24 سنة. ما هي نتائج التحقيق الذي قمتم به، وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم للحد من هذه من آلام هذه وفقدان هذه النساء؟ شكرا. شكرا السيدة النائبة. السيد الوزير جوابكم. شكرا السيدة النائبة. أعتقد أنه الأهم في هذا السؤال هو أن نتكلم عن التطور الذي حصل في قطاع الصحة وفي بلادنا للتقليص من عدد ديال الوفيات ديال الأمهات الحوامل عند الوضع. لما تنقولوا التقليص يعني مازال هناك نساء كيموتوا. اليوم تنمروا من 112 الحالة في 100 ألف ولادة في 2010 إلى 72 في 100 ألف حالة اليوم. وهذه 72 أغلبيتها في العالم القربي في المناطق النائية. ولذلك نحن نعمل على تجنب ذلك من خلال يعني دور الولادة، من خلال دور الأمومة اللي كدار في إطار الشراكة مع الجماعات الترابية، من خلال يعني الخدمات الجماعتية والصحة الجماعتية اللي كيدخلوا فيها منظمات ديال المجتمع المدني، من خلال التوعية التحسيس كذلك. هذا مسألة أساسية، لا أريد أن أخوض في هذه الحالة، يمكن نجاوبها كتابة لأنه كنعتقد بأنها مسألة ديال سرية ديال المعطيات، ولكن نقوم في كل وفاة بالقيام بافتحاص والتعرف على يعني أسباب تلك الوفيات، مع العلم أن 50% ديال الحالات ديال الولادات ما كيبان التعقيدات ديالها إلا في وقت الحمل، يعني ما كتكونش معروفة فيما قبل. شكرا. شكرا. تعقيب السيدة النائبة. شكرا السيد الوزير. السيد الوزير، حكيمة ما هي إلا مثال من أمثلة متعددة وخاصة من نساء الجبل. هل ضريبة نساء الجبل أن يموتن وهمن على ظهور الدواب؟ هل ضريبتهن أن يموتن وهن على أكتاف الرجال؟ هل ضريبتهن أن يموتن لأن سيارات الإسعاف لا تصل إلى الجبل لأن الطريق وعرة والطريق وعرة؟ تعرفون السيد الوزير أن المرأة الحامل تعطيكم 9 أشهر، لا ليست هي قضاء وقدر، لا تأتي بغتة، فهي تحمل لمدة 9 أشهر. هل لا تكفيها 9 أشهر لكي يكون برنامج لنحمي هذه المرأة الشابة التي تفقد حياتها وتترك وراءها أولاد وأبناء لمجرد أنها تسكن العالم القروي، لأنها تبعد عن المستشفى، لأن دار الأمومة غير مؤهلة، لأن القابلة حتى القابلة التقليدية غير مكونة؟ هل لم يحن الوقت لكي نقوم بتكوين مولدات خاصة تقليديات؟ لأن كثير من النساء نعرف في الجبل لا يريدن أن يذهبن إلى المستشفى. لماذا السيد الوزير؟ ليس لأنهن يرفضن المستشفى، لأن تكاليف باهظة لكي تذهب 200 كيلومتر 300 كيلومتر حتى تصل في المستشفى، فعليكم أن تحسبوا كم من المصارف يجب لها وكم يجب أن تبقون. لهذا تفضلنا أن تبقى في منازلهن على أن تذهبنا إلى المستشفى. السيد الوزير، قمتم بعملية. شكرا السيدة النائبة. هل هناك من تعقيب إضافي؟ السيد الوزير تفضل. معكم الحق السيدة النائبة، مسألة ديال التكوين، وأنا كنت في اليوم العالمي ديال القابلة حاضر معهم. التكوين أساسي وحنا غاديين فيه باش يمكن نعزوا القدرات ديال القابلات. لا قلنا 76% من النساء الحوامل تتم المراقبة ديال الحمل ديالهم، و70% ديال الولادات في مؤسسات صحية، هذا يعني أن هناك نسبة مازال ما كيتراقبوش. هذا هنا فين كاين الخطر، هنا فين كيخص التدخل واستعمال كل التقنيات بما فيها التقنيات الحديثة للتواصل اليوم والطب عن بعد باش يمكن نجاوبوا على الاشكاليه ديال النساء اللي هما في مناطق جد نائيه. لو ساميو بسيتريكال يعني المستعجلات الخاصه. شكرا سيد الوزير.